أتذكر يا هارون اليوم الذي طلبنا فيه والدنا المهدي رحمه الله لينزع ولاية العهد مني ويمنعها لك؟ في حينها أنا رفضت القدوم إليه كي لا أحقق له رغبته، لأن ولاية العهد من حقي وأنا لن أسمح لأحد بالاقتراب منها. لو كنت مكاني هارون، هل كنت ستحقق له رغبته؟ تريدني أن أجيبك كأخ لأخيه أم كخليفة؟ لا لا، كهارون، كهارون فقط. يا مولاي الخليفة، لقد رأيت أنت ألا تستجيب لأبينا عندما طلبك للقدوم إليه. لو أنك مكاني أكنت ستستجيب له؟ لقد بنى آباؤنا وأجدادنا هذه الدولة، فكانوا يطيعون فيطاعون، يأمرون بما يرون فيه صلاح البلاد والعباد. وأنا اليوم يا مولاي أمضي على هديهم. أتعرف يا هارون، إني أحسدك بقرارة نفسي على هدوئك وسكينتك وتوطين نفسك على الطاعة، لكنني مختلف عنك. أنا لا أستطيع الابتعاد عن هذا الكرسي، لا أستطيع. لو حاول أحد الاقتراب مني لذدت عنه بسيفي. يا مولاي الخليفة، أنت تأمر علي الطاعة. هارون، لقد طلبتك على عجل لأنني أريد أن أولي ابني جعفر بدلا منك. افعل ما تراه مناسبا، وأنا طوع بنانك يا مولاي. سأبايع جعفر ابن موسى الهادي. هذا حسن ظني بك يا هارون. أو يطلب مولاي الخليفة شيئاً آخر؟ برعاية الله. أبا عثمان، مولاي. لا يغب هارون عن عينيك. يا أمر مولاي.